عمركم شفتوا أحد يضيع سيارته؟ أنا ضيعت سيارتي وحالياً متكي في برج المملكة اللي في الرياض. أول مرة في حياتي أجيه وضيعت سيارتي. جاي الساعة واحدة هي قال لي أبتمشى في برج المملكة، قالوا على كيف أبوك الساعة واحدة تتمشى فيه؟ توكل توكل. فصرفوني قالوا ما فيه إلا المول الدور الأرضي، تمشي فيه وتوكل على الله. يا جماعة الخير تخيلوا لقيت سينما، والله العظيم في برد جارد هناك شفتوه نفس اللي في جراند يصفقك. جيت السينما وكرشوني قالوا توكل على الله لازم حجز، ليش فندق هو ما علينا بس في المصنع حرام. يا جماعة الخير لقيت بانيو، والله بانيو حقيقي يا اخوان نفس اللي في الافلام. علم الفلة بعزف لهم الحين. يما بجرب اعزف. الى حد الان ما لقيت سيارتي، لي ساعة ونص ادور والله العظيم ما لقيتها. المشكلة المواقف اللي حول برج المملكة كثيرة وتشبه بعض، فما ادري وين وقفت سيارتي. من يشتري قلب همومه ملايين ويبيع لي قلب من الهام خالي. انا ما ادري وش اللي قردني وخلاني اجي المكان هذا، قال لي بتمشى في برج المملكة واخر شيء ضيعت سيارتي. مدير شفت سيارتي ولا لا؟ السلام عليكم صباح الخير، شفت سيارتي الغالي؟ ما شفتها، سلام عليكم. يا اخوان احد شاف سيارتي؟